السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة الطب البديل عبد الله العطار. النهارده هنتكلم في موضوع شغل الناس الفترة اللي فاتت، خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول، موضوع اللي هو السحر اللي وجدوا أسحار كتيرة جدا موجودة عنده داخل البيت، وكمية القذارة اللي كانت موجودة عنده. كنا اتكلمنا على أنواع منها، ودلوقتي يعني هنشوف يعني الصور اللي موجودة، حاجة يعني كمية الجرم اللي هو ارتكبه الشخص ده في حق اطفال، صور لاطفال، صور لناس مسنين، صور لعرسان، صور لشباب زي الورد. احنا عايزين دعوة من هنا علشان خاطر الناس اللي ما بتتقيش ربنا، الناس اللي هي بتستسهل دايما يروح لساحر علشان بينه وبين مشكلة، بينه وبين اخوه، بينه وبين اخته، بين جاره، يروح اقرب حاجة يعملها يروح على طول يذهب للساحر علشان يحاول ان هو يأذيه، ايا كان الاذى في ماله او في اولاده او في زوجته. طبعا احنا شفنا صور يعني ابشع يعني مما يكون. شفنا صور كتير جدا لشباب يعني باشكال غريبه، حد حاطط له موس هنا بالطريقه دي كده، حد قافل اعزكم الله مثلا العروسه كده وقافل لها قفل كده من تحت،
طفل صغير مكتوب عليه مش عارف، يعني حاجات غريبة جدا وأسحار ما أنزل الله بها من سلطان. أنت فين كل ده من ربنا؟ يعني أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا أخي أنت لو راجل مثلا بتربط راجل عن زوجته، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يشم ريح الجنة. يعني أنت مش هتشم ريح الجنة، يعني أنت مش هقول لك مش هتشوفها، أنت حتى مش هتشم ريحتها. إزاي تعمل حاجة زي كده؟ حكمه في الشرع القتل. يعني انت ما واحد يثبت عليه ان هو فعلا ساحر، ان هو بيعمل اسحار، ان هو فعلا موجود عنده سحر بيعمل كده، ما يقولك ان انا هربطك، ما يقولك ان انا مش هخليك تشتغل تاني، مش هقولك مش هخلي مراتك تقعد معاك، كل ده وحصل الكلام ده، يعني هو بتثبت عليه ان هو فعلا ساحر، حكمه في الشرع القتل عشان تعرف الجرم اللي بيتعمل قد ايه وحجمه قد ايه عند ربنا. فاحنا لازم نبقى عارفين، نفكر 1000 مرة، احنا في النفوس الضعيفه كتير، احنا ازاي ان احنا نستسهل ونعمل حاجه زي كده، واول حاجه نفكر فيها ان احنا نأذيه بطريقه يعني حاجه زي كده. يعني في ناس، ياما ناس سمعنا عن ناس كتير، كان فيديو قديم واحد 16 سنه ما يخلفش، واحد 10 سنين، واحد قاعد العمر كله ما يخلفش. لازم نبقى عارفين ان السحر موجود منتشر حوالينا، موجود، احنا ما بنخافش الناس، ولكن لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها سحر موجوده حوالينا، يعني ان الموضوع ده ما ننكروش زي ما انتوا شفتوا. كان في ناس كتير بتنكر الموضوع ده، القصه دي لا موجوده، واحنا بيجي لنا حالات كتيره جدا كل يوم والتاني بتسمع قصص يا شيخ لها الولدان. فاحنا شفنا بنفسنا حاجه يعني تجربه حيه، صور غريبه جدا لناس ممكن تبقى ماتت بقالها سنين، وناس لسه عايشه، واطفال لسه صغيره وشباب لسه ريعان شبابهم، وبيصابوا بحاجه زي كده وما يعرفوش ان هم معاهم مشكله كبيره زي كده. احنا نعرض بعض الصور ليس التشهير بهم، ولكن علشان يتعرف لو في اي حد شاف صوره ليه، او لحد من اقاربه او حد من احبابه او معارفه، يبقى عارف ان هو مصاب بشيء زي ده، لازم يتجه يعني لاقرب معالج علشان يتخلص من مشكله موجوده عنده. ممكن واحد ما بيخلفش وما يعرفش ان هو ما بيخلفش، لما يشوف الصوره بتاعته يبقى عارف ان هو المشكله اللي موجوده عنده دي مش مشكله طبيه، او المشكله اللي هو التعب او الاعياء او المرض اللي هو فيه، او المشكله اللي هو ممسوك عن زوجته، او تسبب في طلاق زوجته ومش هيتجوز تاني، او اتجوز واحده غصب عنه، او حاجه، كل ده يبقى عارف ان هو ان الموضوع ده ما كانش طبيعي، يعرف الموضوع ده ما كانش طبيعي. بنشوف كمان من ضمن الصور اللي احنا هنوريها لكم برضو معانا، بنشوف فك بتاع عزاكم الله جمل او ذبيحه، بنشوف العظمه اللي هي بالشكل ده المكتوب عليها اسحار. احنا بنطالب برضو وبنكلم كل اخواننا الجزارين، العظم ده في ناس فاهمه كتيره جدا عارفه ان العظم ده بيتعمل عليه اسحار، بتكسره يعني بتدق عليه لحد ما تتلفه خالص علشان ما حدش يستخدمه. ناس بتروح للجزارين والاماكن اللي فيها المجازر وبتاخد الحاجات دي وبتكتب عليها وبتعمل عليها اسحار. لازم الجزارين، طبعا في جزارين كتير فاهمه الحاجه دي، لازم يبقى عارفين ان الموضوع ده ممكن يكون متسبب فيه سحر او مس. احنا الصور دي برضو بنعيد تاني، احنا مش عارضينها للتشهير، احنا عارضينها علشان نثبت ان في حاجه اسمها سحر، نثبت ان في حاجه اسمها سحره موجوده حوالينا، نثبت ان ممكن يكون واحد ما بيخلفش بسبب سحر، نثبت ان في واحد ممكن يصيبه مرض معين بسبب سحر. طبعا هو كله بامر ربنا، ولكن دي اسباب. القران قال وما هم ايه بضارين به من احد الا باذن الله. يعني ممكن تنضر، ممكن تنضر، ولكن باذن ربنا ده بيبقى ابتلاء، ويمكن ربنا رايد ان الابتلاء ده يرتفع على ايد حد انت تعرفه او ما تعرفوش، او ممكن تشوف صوره زي كده تقدر تفيد بيها حد تبعك يبقى، او حد قريبك او حد معرفه او جارك، تقدر تشوف صوره زي كده بتعرفه ان في مشكله موجوده معاه يقدر يتخلص منها. ورب ما كنتش سالت عليكم، ويكون معلومه مفيده للكل. ولو اول مره زرنا في القناه ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير اللي معرفت الغير. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.